صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عنده مرصد بيتابع كل سنة التناول الدرامي لقضية التعاطي، وكمان بيرصد مشاهد التدخين والمخدرات في مسلسلات رمضان. تعالوا مع بعض نشوف النتائج اللي أعلنها المرصد حول دراما رمضان السنة دي. فيما يتعلق بالتدخين، الحقيقة حصل تطور رائع، إن مساحة التدخين قلت بشكل كبير جداً. إحنا كنا في 2017 مساحة التدخين 13% من المساحة الزمنية للدراما المصرية. إحنا بنتكلم تقريباً كان حوالي في 100 ساعة فيها مشاهد تدخين في 2017. الحقيقة إن حصل تطور بشكل كبير جداً، ووصلنا السنة رمضان الماضي إلى أقل معدلات من مشاهد التدخين، ودي حاجة بنفتخر فيها بشكل كبير جدا. احنا تقريبا حوالي اقل من 3% مشاهد التدخين في رمضان الماضي. دي نقطة لازم نحيي عليها فعلا صناع الدراما. الدراما التلفزيونية حقيقي بتؤثر بشكل كبير جدا على جمهور المشاهدين، بيتزايد انتشارها بالتأكيد بين كافة الطبقات الاجتماعية الاقتصادية، مختلف المستويات بالتأكيد التعليمية والثقافية. ده خلى فيه ضرورة كبيرة ان احنا نتعرف على دور الدراما في فكرة تشكيل وعي، فكرة تشكيل اتجاهات الأفراد يعني في مختلف قضايا المجتمع بشكل عام، وتحديدا النهارده احنا بنتكلم عن قضايا التدخين ويعني بشكل خاص. ملف كبير جدا وملف مهم جدا، كمان بتراجع مدى التزام صناع الدراما بالميثاق الاخلاقي لتناول هذه القضيه الهامه. بيقوم المرصد بالرصد الكمي وتحليل المضمون الخاص بهذه المشاهد والشخصيات الدراميه. يمكن لو انتخبنا بعض اللحظات اللي قدمها الأستاذ محمد فاضل عبر تاريخه الطويل من مسلسلات، أما كنا بنقول الشارع بيبقى فاضي، يعني نمشي في الشارع ما نلاقيش ناس، لأن الناس بتتفرج مثلا على بابا عبده. فبابا عبده مسلسل قدر يأثر في الأسرة المصرية، قدر يوعي الأسرة المصرية والأبناء